بينضم الينا اللواء عصام سعد محافظ اسيوط. مساء الخير سياده المحافظ، اهلا بحضرتك معانا في حلقه النهارده من خبر اليوم، واحنا بنتكلم على قرارات جديده هدفها تيسير الاجراءات على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح. ايه ابرز ما تقدمت به محافظه اسيوط عفوا لتيسير هذه الاجراءات يا فندم؟ يا استاذه دينا، ازي حضرتك؟ وجزيل الشكر والتقدير لسيادتك والساده المشاهدي لقناه اون تي في. ندعو الله يحفظ بلدنا مصر وشعبها دائما يا رب باذن الله، وينعم علينا دائما بالامن والامان والخير الدائم يا رب باذن الله تعالى. يمكن زي ما حضرتك اشرت كده، قانون التصالح بيهدف الى تقنين الاوضاع المخالفه، بيستهدف مصلحه المواطن من خلال تقنين الملكيه للعقارات اللي تم تشييدها دون الاجراءات والتصريح القانونيه. احنا دلوقتي بنتلقى طلبات التصالح الحمد لله تعالى، الامر في اسيوط عندنا مطمئن تماما، الناس على وعي تام، اهالينا في محافظه اسيوط باهميه وقانون التصالح بالنسبه ليهم. الحمد لله تعالى احنا المعدل اليومي في ازدياد بصفه مستمره، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى خلال الايام البسيطه اللي جايه باذن الله تعالى قبل 30/9 بمشيئه الله نكون وصلنا ل 100% بمشيئه الله تعالى. معدل عندنا الحمد لله ممتاز. هل في حصر لنسبه الاقبال او المعدل سياده المحافظ؟ احنا الحمد لله تعالى يعني عايز اقول يوميا من الحمد لله بنزيد، يعني بنزيد من 3 ل 4000 طلب، وساعات بيبقى 2000 وشويه، يعني زي النهارده كده كان 2000 ونص طلب، انما في بعض اوقات كان بيصل ل 3000. المعدل ده باذن الله تعالى يعني مخلينا يعني ماشيين بدرجه كويسه. عندنا بعض المدن وصلت لصفر الحمد لله، في يعني انهت التصالح بتاعها. عندنا 6 مدن تحديدا من 11 مدينه وصلوا للمعدل بتاعهم الحمد لله تعالى. خلال الفتره اللي جايه الباقي باذن الله تعالى ننتهي من هذا الموضوع، لان زي ما قلت لحضرتك هو صالح المواطن بالدرجه الاولى، وفي نفس الوقت برضه بيستهدف مصلحه الدوله من خلال بقى ان احنا ننهي عمليات البناء والتشييد العشوائي دي. نعم. استمرت سنوات طويله، ويعني يبقى الامور كلها عندنا بالنسبه لنا تصب في صالح بلدنا بمشيئه الله. عايز اشيد بس نقطه بسيطه، ان ميسر الامور تماما للمواطنين في اي طلب بيقدمه بناخده بدون اي مناقشه منه، اي طلب بيقدمه خاص بالتصالح بناخده دون ان نطلب منه اي حاجه اطلاقا. وبعد كده في لجان بقى، لجان العماله الفنيه وهي اللي بتبدا تفحص هذه الامور، لجان البت هي اللي بتبدا تبت في الاسعار والبت الفني والامور دي كلها. لكن من حق المواطن يروح يقدم الطلب، وانا بناشد من خلال سيادتك وبرنامج سيادتك الاهلي في محافظه اسيوط يبادروا وننهي هذا الموضوع تماما، لان لصالحهم تماما بمشيئه الله تعالى. طيب هل يعني احتاجت المحافظه انها مثلا تزود ساعات العمل، تضاعف شفتات العمل، او تضاعف اعداد الموظفين؟ استاذه دينا، احنا من البدايه عاملين الفترتين، احنا عندنا مراكز التكنولوجيا اللي هي منتشره على مستوى المحافظه كلها في المدن والمراكز بتشتغل فترتين، حتى في الباقيين في فترات الاعياد وفترات الراحات والعطلات الناس موجوده عندنا، موجودين فترتين صباح ومسائي، يعني مستمرين. ده كله تيسيرا على اهلي في محافظه اسيوط، وفي نفس الوقت برضو احنا الحمد لله تعالى بنوفر المكان اللائق، بنتخذ التدابير الاحترازيه والوقائيه علشان التباعد. يعني الفترة اللي فاتت تم تخفيض قيمة التصالح في أسيوط بنسبة من 20 ل 30%. عندنا بنطبق الحد الأدنى على القرى والنجوع والعزب 50% 50 جنيه للمتر. يعني الحمد لله تعالى الأمور عندنا خير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى. بعد قرار التخفيض سيادة المحافظ، هل لاحظتوا إنه نسبة الإقبال زادت؟ طبعا هناك ارتياحيه لدى الناس طبعا، وحضرتك الحمد لله تعالى الدوله واجهزتها كلها يعني راعت الاعباء المعيشيه للمواطنين، راعت رفع العبء عن كاهل المواطنين. حقيقي فعلا ان الامور عندنا الحمد لله، ده الكلام ده كل المحافظات يعني، وبالتالي في محافظه اسيوط التخفيض طبعا قيمه التصالح
عامل تخفيفا عن كاهل المواطنين وصفه خاصه قاطني القرى والعزب والنجوع اللي هي تستخدم كسكن، وفي نفس الوقت برضو ده انطلاقا من توجه الدوله بمراعاه البعد الاجتماعي في تقدير اسعار تصالح في مكلفات البناء. طيب سياده اللواء، هل بتستقبلوا المواطنين في المراكز التكنولوجيه ولا في يعني مناطق اخرى او اماكن اخرى؟ في المراكز الخاصه بالتكنولوجيا، انما احنا عندنا في القرى الوحدات القرويه بتمارس دور التصالح برضه، لان هي اكثر قربا من اهالينا في المحافظه، وفي نفس الوقت برضه احنا يعني بنروح بعض اماكن كده برضه علشان نسهل عمليه اجراءات طلبات التصالح. بدانا فيها، نبدا فيها من بكره بمشيئه الله تعالى باذن الله، لكن المواطن يروح وهيلاقي ارتياحيه تماما، وهيلاقي كل من بيسال على اي سؤال هيلاقي الاجابه بتاعته. وانا مكتبي موجود على مدار ال 24 ساعه، اي حد عايز يستفسر في اي حاجه انا تحت. طيب دي دعوه اهلي يا ابناء اسيوط انه مكتب سياده المحافظ مفتوح لاي استفسار او اي سؤال. انا بشكرك شكرا جزيلا لواء عصام سعد محافظ اسيوط.